أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تتفرق بعض الغيوم مع 14 درجة مئوية، أما الملموسة 13 والرطوبة مرتفعة حوالي 94%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. أما بالنسبة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، حيث تسجل المنطقة الشمالية أو تتفرق بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، إربد 18 إلى 9، جرش 17 إلى 10، المفرق 16 إلى 8، وعجلون 16 إلى 10 درجات مئوية. ننتقل الآن إلى المنطقة الوسطى والعاصمة عمان، تتفرق بعض الغيوم مع 14 إلى 9، الزرقاء 16 إلى 8، البلقاء 16 إلى 12، مأدبة 17 إلى 9، والبحر الميت 22 إلى 14. المنطقة الجنوبية تتفرق أيضا بعض الغيوم، يتخلل بعض الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر، الكرك 14 إلى 8، الطفيلة 14 إلى 10، الشوبك 14 إلى 8 ومعان 15 إلى 7، والعقبة 25 إلى 13. ننتقل الآن إلى المنطقة الشرقية، نبدأ بالأزرق 19 إلى 10 مع تفرق لبعض الغيوم، الصفاوي 18 إلى 9، ورويشت 17 إلى 10. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.